الشجرة أبوي شاله ورحت اشتريت ذا البيت والله الجديد. والله شوفوا شكله كيف، مرة رهيب هذا بيت لؤيه الأسطوري. هنا بيت سعودية وهنا بيت أمي أبوي وذاك بيت بشاري. شوفوا شوفوا البيت كيف شكله، والله مرة عجبني، مرة حلو، مرة شوف شوف شوف، يا سلام يا سلام، مرة عجبني من كل الجهات، شكله حلو مرة. هلا والله ما شاء الله، خليني ادخل اوريكم بيتي من جوا كيف. افتح الباب افتح الباب، هلا والله بالبيت الحلو. اول شي بوريكم المطبخ، خلي هنا الاسطوري، هنا المطبخ الحلو، خليني افتح لكم المطبخ عشان تشوفون شكله كيف. هلا والله بالعيال ما شاء الله، هذا المطبخ عندي هنا، عندنا كل شي موجود هنا من كل مكان، فرن كل شي موجود. والله انا تعرف ايش بسوي، ابغى اروح اقول امي والله خلاص اترك الطبخ في بيتك القديم، هذا البيت لك انت، والله خليهم كلهم يجون يسوون الفطور هنا ونيجي نفطر هنا في سفرة رمضان، هنا بتكون على الطاولة هذه الحلوة. والله مرة وناسة، بيت جديد مرة عجبني، شوفوا شكله من فوق كيف، ترى فيه مصعد، هذا البيت حقي فيه مصعد والله اذا ما تدرون، شوفوا اوريكم مصعد من هنا، هذا هذا هنا مصعد، شوفوا هنا اطلع هنا بعدين اضغط الزر هذا يوريني فوق. طلعت فوق والله، هذه غرفة نوم، ما بكون انام هنا ان شاء الله، بعدين في غرفة نوم ثانية هنا، شكلي بعطي ذا البيت امي وابوي، بعطيه لانا وسعدية، خليهم كلهم ينامون هنا. هي هذا السرير لانا ومشاري، بخليهم ينامون فوق هنا، وانا بنام في السرير الكبير ذاك، امي وابوي ينامون هنا كمان. والله احلى بيت، بيت كبير ضخم مرة كبير. شوف افتح الباب ذا، هنا في عندنا بلكونة، هنا نقعد نتفرج ونلعب. بعدين في احلى شيء عجبني، احلى شيء عجبني بتشوفوه الحين، مره مره بيعجبكم، مره بيعجبكم. وين؟ من هنا من هنا من هنا. والله بيعجبكم مره، في باب من هنا على الجاكوزي، في جاكوزي، امي تحب الجاكوزي، والله احب، خليت جسيرة تجي مره، مكان حلو هذا، بيتي من فوق. هلا والله، كيف حالكم؟ طيبين؟ انا طيب. رمضان كريم عليكم كلكم، لا تنسون اللايك والاشتراك. طيب والله اني احبكم مره، انتم صايمين صح؟ لازم تصومون، ترى اللي يفطر بزعل منه، والله لازم تعلمون على الصيام وتصومون كلكم زي لؤي الشاطر اللي يصوم كل يوم رمضان. بنزل عند امي الحين ولانا وسعديه، اقول لهم يلا تعالوا اتركوا الطبخ عنكم، تعالوا المطبخ الجديد عند البيت الجديد، والله هذا المصعد، انزل من هنا. هلا والله نزلت، هلا والله نزلت، اشغل التلفزيون عشان يجون الحين ويتفرجون على البيت الجديد الحلو هذا، مره والله البيت مره حلو، عجبني مره، مستانس فيه. يلا خل نروح عند امي الحين ولانا وسعديه ومشاري، اكلمهم الحين، هم موجودين في المطبخ قاعد يطبخون عشان قرب، خلاص قرب المغرب عشان الفطور. والله شوفوهم هنا موجودين، ذي امي معصبه والله قاعد تغسل وتنظف، بسم الله الرحمن الرحيم، والله قاعد تغسل بسرعه يا سعديه ولانا، بسرعه نظفوا البيت وجهز السفره للفطور، يلا لا ياذن علينا المغرب، بسرعه لحقوا. امي قاعد تنادي لانا سعديه، والله كلهم، خلي ادخل عندهم الحين اكلمهم، سلام عليكم، ما شاء الله لانا قاعد تنظف والله، وسعديه ما شاء الله قاعد تنظف، واخو مشاري فاطر، امي 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 مشاري قاعد ياكل حب حب، قصدي تفاح يا امي. ايش يفطر؟ لا مستحيل، مشاري تربيتي ما يفطر، انا علمته انه لازم يصوم رمضان. الا والله الا والله يا امي، شوفي 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 مشاري مشاري، ها انت ايش قاعد تسوي يا مشاري؟ مين قال اني انا فاطر؟ انا بس شميت اشوف، حتى ما اكل. انت حسبت تاكل؟ والله لا تاكل، لا ترى والله ازعل منك يا اخوي مشاري، معليش يا امي كنت حسبي ياكل. يا اخي الهيتنا يا لؤي، خلاص خليهم يشتغلون وقت الاذان دحين بيقرب، يلا يا سعديه. اقول اسمع اسمع، لا لا امي سكري سكري مويه، بكلمكم دقيقه، تعالوا سكري المويه يا امي، تعالوا كلكم عندي لكم شيء ضروري، تعالي يا لانا، تعالي يا مشاري، ايش وقفوا قدامي كلكم، وقفوا التنظيف، وقفوا التنظيف كلكم، عندي لكم مفاجاه مره حلوه، ولا امي امي والله عندي لك مفاجاه مره بتعجبك، شيء جديد مره. ايه كفو كفو، تعالي تعالي لانا، وقفي هنا وقفي هنا. امي اتوقع ايش المفاجاه؟ نعم، وش عندك؟ علمني. تعالوا شوفوا، سويت بيت جديد، والله اشتريت بيت جديد، شيلي المكنسه من عندك، تراني اشتريت بيت جديد والله، بتقعدون فيه في مطبخ مره كبير وحلو يا امي، احسن المطبخ هذا. والله من جدك؟ الله من جد، اخيرا بنغير عن بيتنا هذا اللي كله ريحه غبار. والله من جدك يا لؤي، يعني بحين غير هذا بيتنا الصغير؟ الله في العاب؟ ايه كل شيء فيه، والله بتستنسون مره، الحقوني تعالوا، يلا تعالوا كلكم تعالوا، هلا والله بتستنسون، تعالي يا امي وتعالي يا لانا، تعالي يا مشاري كلكم تعالوا، الحقوني هنا شوفوا بيتي الكبير، هذا بيت لؤي الجديد، والله هذا
هذا البيت والله يفداك يا امي، في فوق غرفه نوم بتقعدون تلعبون فيها، وسعديه ولانا بتنامون هنا بعد، خلاص كل واحد يترك بيته القديم، هذاك البيت نلعب فيه، بس هذا البيت الجديد بنعيش فيه، هذا البيت بنعيش فيه كلنا، ايش رايكم؟ اخيرا بيت جديد بدال هذا البيت الصغير اللي ضايقنا. واو البيت يجنن. بسالك هل انا عندي غرفه؟ ايوه اكيد عندك غرفه، كلكم عندكم غرف والله. هلا والله بالعيال، يا سلام يا سلام، بيت لو عيال جديد، بيت لو عيال جديد والله مره حلو. تعالوا حقوني، تعالوا تعالوا والله بيعجبكم البيت مره. امي هذا المطبخ الجديد ايش رايك فيه؟ جيب كل الاكل هناك واطبخي هنا يا امي، ايش رايك؟ ها عجبكم المطبخ الجديد يا امي؟ والله ما شاء الله البيت يجنن وكبير يشرح الصدر. الله يسعدك يا لؤي على هذا البيت اللي يجنن. يلا انا بسوي فطور وبخليهم يساعدوني. يلا يلا يا امي يلا ساعدوا امي، كلكم ساعدوها عشان الفطور يجهز. ما شاء الله سعدتي فرحانه يا لانا، شكلك مره ها؟ والله مره فرحانه. يلا وريني فين غرفتي. طيب تعالي تعالي انا اوريك الغرفه حقتك هذا البيت هنا بنفطر هنا ان شاء الله الحين. تعالي يا لانا، ترى في مصعد لما تدرون هذا المصعد هنا، تعالوا يلا. تعالي لانا تعالي تعالي، ما شاء الله سعديه جايه مع لانا. وش تبغين انت؟ وش تبغين هنا يا سعديه؟ انت ما قلت لي غرفتي مع لانا؟ ايوه صح ايوه صح، غرفتك مع لانا. يا ربي هذه ورايا ورايا، ما اجلس في غرفه لوحدي. والله يا حبيبتي لو كانت عندي فرصه ما قعدت جنبك ولا حتى طالعت فيك. اقول يلا ورينا فين الغرفه. يا ربي منكم انتم، خلاص خلاص يلا خلاص، تعالوا اطلعوا فوق كذا. اطلعوا فوق تعالوا، ما شاء الله هذه لانا سعديه جو. شوفوا غرفتكم هنا، هذه غرفه في سرير علوي وسرير سفلي، اختاروا اللي تبغونه كله منكم ما شاء الله. طلعوا كلهم، بسم الله الرحمن الرحيم، فين طلعوا فوق؟ والله شكلهم متهوشون على السرير والله العلوي. خلينا نشوف ايش عندهم. بسم الله بسم الله، خلني اطلع خلني اطلع. دقيقه دقيقه، انا شفت خلني اطلع. لانا سعديه وش فيكم انتم تتهاوشون؟ انا طلعت قبلك يا الملقوفه، انا طلعت قبلك، ايش جايبك عندي؟ انزلي هذا مكاني، قومي يلا عني، كفايه انك نشبه في حياتي يا نشبه. حبيبتي انا نطيت قبلك، من قال لك انك انت هنا؟ واخري عني يلا يا النشبه، في كل مكان لحقتني حتى فوق، ما ابغى اشوف وجهك، قلت لك خليك تحت. انا اللي ركبت قبلك، ايش انت قبلي؟ انت تتخيلين ولا تتوهمين؟ انزلي هذا مكاني، انت تحت، كفايه انك جالسه عايشه معانا. ركبت قبلك ولا ما ركبت؟ قلت لك واخري عن وجهي، ما ابغى اشوف وجهك قدامي، انزل يلا بسرعه قبل لا ادفك واطيحك من فوق السرير. ما شاء الله تتهاوشون تطلعون من السرير، وخروا وخروا، وقفوا وقفوا بينكم. اقول بلا دلع، خلاص انا بسبنا بنلعب حشره ورقه مقص، والفايز ياخذ السرير العلوي. ها موافقين؟ طلعوا فيني، موافقين ولا لا؟ موافقين. طيب يلا طلعوا قدام بعض والعبوا حشره ورقه مقص، يلا بسم الله. جرى ورقه مقص، انا حطيت مقص وانت ورقه، خلاص انا فزت، وقفي يلا انزلي. اقول انا الفايزه، اقول انت تتوهمين. ايش تتوهمين؟ الورقه تقص المقص، حبيبتي المقص يقصك، يلا انزلي. لا انا دقيقه دقيقه، لا انا انت اخترتي ايش؟ انا اخترت ورقه. طيب وانت يا سعديه اخترتي ايش؟ اخترت مقص. خلاص الفايز سعديه يا لانا، لان الورقه تقص قصدي المقص يقص الورقه، صح ولا لا يا لانا؟ ايش فيك معصبه؟ خلاص سعديه اللي فازت. ترى اقول روح عني، انت الثاني، انا الفايزه، الاقيها منك ولا من سعديه؟ طفشتوني، هذا مكاني، انا من قايمه من قايمه. يا حرام تستهلين، قلت لك من البدايه انزلي، كان نزلتي بكرامتك احسن. وهذا مكاني وانا نمت فيه وما لي دخل فيك، يلا انقلعي برا على غرفتي. اقول واخري عني الحين، لا ادعسك برش يوديك المستشفى. قول خلاص انت ويا سلانه. لا انا تعال انزلي انزلي، بكلمك انا، انزلي انزلي، تعالي هنا تعالي تعالي عندي بلا دلع، خلاص هذا مكان سعديه، خلاص انزلي هنا بسرعه. والله لو ما تنزلي لويلك، تعالي عندي يا لانا، تعالي بكلمك ضروري. ايش فيك انت؟ خلاص سعديه فازت عليك، ما يجوز الظلم، خلاص لازم عدل. اقعد تحت في السرير هذا، وش فيك؟ انت المفروض يا اخويا تختار لي السرير الافضل وتخليني اجلس فوق، انا زعلانه خلاص بنزل عند امي، ما ابغى شيء. بسم الله بسم الله، تعالي لانا، والله لا تبكي، سعديه قاعده نايمه فوق هناك والله. اح والله لانا حزينه، والله زعلانه. لانا لانا روح انت فين المصعد؟ هي المصعد هنا، تعالي المصعد، انت فين المصعد؟ هنا هنا المصعد، هنا هنا يسار، روحي روحي. لانا المصعد هنا، ما تبي تروحين ولا ما تبي تروحين؟ ايوه بروح، خلاص وخر عني. بسم الله، والله راحت، خلاص مع السلامه. والله راحت لانا،
السلامة يا لالا، والله حزينة مرة. خلي بالحق بشوف ايش صار له. بسم الله، جايك يا لالا، جايك جايكم جايكم، خلنا نشوف ايش صار. ما شاء الله امي، واو امي، الفطور جاهز. ايوه وينكم من اول؟ تعالوا بيأذن ذحين ونادوا سعدية. طيب طيب يلا يا سعدية تعالي الفطور. ما شاء الله الفطور مرة لذيذ. سعدية تعالي انزل يلا. هاي سعدية جت ما شاء الله، كلنا بنفطر الحين. والله ما شاء الله سفرة رمضان الجميلة، بنقعد ناكل الحين ونشبع اكل. والله ابتأكد دقيقة اشوف الفطور اذن ولا ما اذن. دقيقة اشوف. اوه والله الدنيا قاعد تظلم، شوفوا 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 السماء، الدنيا قاعد تظلم والله. يلا يلا اذن اذن اذن، اسمع الاذان، افطروا افطروا كلكم. يلا يلا يلا، والله الاكل بيكون مر لذيذ. بسم الله بنفطر الحين افضل فطور في رمضان. والله الاكل لذيذ ما شاء الله، قاعدين ناكله كلنا. كيف الاكل يا بشاري، طعم صح؟ والله مره طعم، شكرا ماما. اي والله شكرا يا امي. احب السندويش هذا اللي فيه دجاج واللي فيه جبنه وخس، لذيذ والله لذيذ مره ما شاء الله. شبعت والله. وما شاء الله سعديه باقي السندويش حقك، كليه كليه خلصيه. مره طعم مره عجبني، شكرا يا ام لؤي. بسم الله، لارا تبكي من اول. امي لارا ما تبي تاكل اكلها، شوفينها قاعد تبكي. اي والله من اليوم احاول فيها انها تسكت، كلها هذه مضاربه عشان السرير. يا اخي خلاص فكوني من شركم، اللي فيني مكفيني. يا لانا انت سعدية اتفقوا، سووا قرعه واللي يفوز يفوز. يا ام لؤي، لؤي قال لنا العبوا حجر رقم قص وانا فزت، ولانا تبغى نعيدها لما هي تفوز، بالله كذا يرضي؟ ماما انا ابغى السرير. ايش بهذه، نشبت لي في كل مكان، والله انا ما تهنى في حياتي. ما تتهنين بحياتك؟ والله انا اللي ما تهنيت بحياتي، حتى بالقرعه تبغين السرير. خلاص يا بنتي خلاص، اللي فاز فاز، هذا العدل. خلاص سعدية فازت بالقرعة، خلاص لا ترجوني، خليني اروح اقوم واسوي لي شاهي. خلاص خلاص يا ما تشايفين، خلاص 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 يا لانا، ايش فيك انت؟ لانا سعدية مبروك والله، انت اخذت السرير. انا من راحت والله زعلت لانا وزعلت هي، هو راحت هناك. انت بس والله ما شاء الله عليك اخذت السرير. الحين لا تقهرين لانا، طيب لا تقهرين، خلاص انت اخذت فزتي واخذت السرير. طيب ما قهرتها، هي اللي تنقهر مني بالغصب. خلاص خلاص اهم شيء مبروك عليكم البيت الجديد. والله هذا البيت الحلو مره. امي عسى عجبك البيت الجديد، علميني. والله البيت مره يجنن، يهبل الله يسعدك. لكن اذا جاء ابوك انا ما راح ادخل البيت، عشان يسحب علينا ولا افطر معانا ولا جاب لي شغاله. يا ربي امي، امي زعلانه من ابوي عشان ما جاب شغاله للبيت في رمضان. سعديه هذه والله غير انتقم منها، نكدت علي اليوم حقي وما خلتني افطر زي الناس، وفوق هذا تاخذ سريري وتقول انه حقها، وتقول لها لي انا فزت عليها بالقرعه. انا وريها والله لا انتقم منها، وما اخليها واخليها تكره الساعه اللي عرفتني فيها.